برضو ناخد فكره ولو سريعه كده عن جانب من فرحه اللعيبه بعد الفوز في لقاء الامس ونرجع نكمل كلامنا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الواحد كان مركز قوي ان يعمل بصمه في النادي الاهلي في كاس العالم بالذات، لان انا ما كنتش متواجد السنه اللي فاتت لاسباب فنيه. النادي الاهلي علمني ان انا احترم والتزم القوانين وما اتكلمش طبعا، لان الواحد يدوس على نفسه، وتربيت اللي في الاهلي ان انا ادوس على نفسي وارجع نفسي تاني، وحتى لو الغلط مش من عندي بس هركب لنفسي الغلط وادوس على نفسي. الحمد لله الحمد لله، ربنا كان حاسس بيا قوي 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 ان انا ادوس على نفسي وان انا استحمل انتقادات واستحمل ان انا بره النادي واستحمل ان انا مش موجود واستحمل ان مستواي نزل. كل ده كنت بتقبله وبسمعه عادي، ما عنديش مشكله فيه. النادي الاهلي علمني ان مهما كان القرار العيب يبقى فيا انا، وهجيب العيب فيا انا، ان كان فعلا مستواي كان وحش ما عنديش مشكله خالص. فاثبت ان انا موجود واثبت ان انا كنت عايز اعمل بصمه في كاس العالم. الحمد لله ما كنتش مصدق طبعا ان انا اخد احسن لاعب، بس كنت مركز قوي قوي انا وزمايلي النهارده ان احنا نكسب، مش فريق لي خالص ان انا اخد احسن لاعب، لان مش انا اللي باخد احسن لاعب، الفرقه كلها اللي بتبقى هي اللي انت شايف مجهودها. اللعيبه كلها كانت بترمي نفسها قدام الكوره، اللعيبه كلها كانت رجاله، اللعيبه كلها مش فارق. يعني واحد زي قفشه بيلعب في نص الملعب يعني موت نفسه في نص الملعب وبيضغط وبيعمل كل حاجه. انا قصدي ان مفيش حد فارق له بوزيشن، كله بيلعب وكله راجل وكله واقف قدام الكوره. فالحمد لله الحمد لله كل مجهودنا بالنجاح. وانا بالنسبه لي لعبت مونتيرو مرتين ودي الثالثه ليا، خسرت المرتين، خسرت 2-0، وقلت في المؤتمر الكلام ده ان انا خسرت مره 2-0 في اليابان ومره 5-1 في المغرب، فكان كلامي ان انا لازم اكسب المره دي زي ما بيقولوا كده ثالثه ثابته. الحمد لله ربنا عوضني، والحمد لله كان المكسب بطعم حلو لان جمهور الاهلي كان جنبنا ومساندنا وكان مش محسسنا ان انت في بلد غريبه، بالعكس انت في الامارات تحس ان انت في بلدك. مبروك لجمهور النادي الاهلي اللي دايما مساندنا ودايما في ظهرنا في كل مكان بنروحه. دي خطوه الحمد لله ايجابيه، خلصت نقفلها ونفكر في الخطوه الثانيه اللي هي نص النهائي ان شاء الله، نقدر نعمل فيها اقصى ما عندنا ان احنا نصعد للنهائي ان شاء الله، وربنا يقدر يقدرنا كده باذن الله ونلعب على البطوله ان شاء الله. نتيجه التعب برضو الحمد لله، احنا بقالنا فتره بنتعب ما بنلحقش حتى يعتبر نتمرن، كل شويه يحصل توقفات للمنتخب. طبعا برضو قبل اي حاجه عايزين برضو نتمنى التوفيق بكره ان شاء الله لمنتخب مصر باذن الله، بكره يفرحونا ومستنيين منهم البطوله. بالنسبه للجزء بتاع سؤالك، طبعا احنا الحمد لله بنتمرن وبنتعب وبنعمل اللي علينا، وده بيبان الحمد لله في الملعب من الاداء. اللعيبه الرجاله كلها، واحد زي مغربي الناس تتفرج ما تحسش ان هو اول ماتش بيلعبه، طبعا هو لعب طبعا في كاس الرابطه بس اول ماتش ليه في مونديال في حدث كبير بلاتفورم كبيره زي دي، انه يؤدي اداء زي ده، ده في حد ذاته طبعا حاجه كويسه ليه، ده اللي احنا اتعودنا عليه الحمد لله في النادي الاهلي. فانا يعني انا عايز انقي كام واحد اقعد اقول لا ابارك لهم، يعني عايز كابتن علي لطفي، مغربي، رامي ربيعه، كابتن وليد سليمان لما نزل. انا هختم بس طبعا في بس انا مش عايز انسى حد لان كله ادى اداء استثنائي، وطبعا لاخويا وصاحبي واللي انا يعني واحد انا الواحد بيتشرف بمعرفته محمد هاني، راجل من كباتن الفرقه هنا بيتحمل ضغوطات ما بيتحملهاش حد، وثابت وواقف، ياخد شرط الكابتن في ماتش كاس الرابطه يلعب مع الشباب ما عندوش مشكله، يتصاب بكورونا يرجع يتمرن تاني. واعتقد ان برضو ربنا كرمه النهارده اكيد لسبب ما، مفيش حاجه بتحصل صدفه، بجول النهارده يعني حلو جدا، وانا ببارك له وبقول له بالتوفيق وان شاء الله هو اللي جاي كمان احسن. وهو دايما برضو في المنصات الكبيره هنا في كاس العالم دايما بيعودنا باداء ممتاز، فانا ببارك له يا رب ان شاء الله كده يكمل على خير، وببارك طبعا لجمهور النادي الاهلي اللي بسطنا النهارده وجه شرفنا يعني.